اصحى يا نايم وحد الدايم الحاضر يعلم الغايب الشيف يوسف ومعلي التفال اتحدوا سويا لتحضير وطهي على الاطباق التي انتم طلبتوها. اصحى يا نايم صحيتني. يلا تفضل صحينا تفضل شيف يوسف. يلا احلى مسحرات. احلى مسحرات. حلقة جديدة من رجل مقلات تيفال. اليوم عندنا تحدي جديد اللي هو تحديتون يعمل فتة البتنجان باللحمة. حعملها بطريقة جديدة شوية، حغير في البرزنتيشن أو شكل الصحن. حنعملها إيش؟ حنعملها حولع المقلاية ونخليها على النار. أول ما تصير حمرة النقطة الحمرة اللي في النص نعرف أنها حارة. حنجيب البتنجان. طبعا البتنجان نحاول نقطعه قبل ما حنطبخه عشان لا يسود معانا. تحب البتنجان كثير؟ في أطيب من البتنجان؟ ما في. هنقطعها بس لا، هستخدم تقريبا حلقتين ونحط معها لحمة. وححط معها لحمة، بس أول شيء حشو البتنجان. بتعرف إنه في غنية للحمة؟ شو الغنية؟ يلا غني. لحمة يا دنيا لحمة. أيوة كمل. طب ليه وقف؟ هي هيك الغنية بس. لحمة يا دنيا لحمة. هي زحمة يا دنيا زحمة. أنت بتسميها لحمة. هنضيف البتنجان، وبعد ما بنطبخ كمان حجيب طماطم. تحب الطماطم؟ انه عادي. شو عرفني؟ شو عرفك؟ ما تعرف شو تحب؟ كمان حشويها على السريع بعد البتنجان، وحوريك انه في نفس المقلاية حنعمل كل الطبخة في مقلاية واحدة. تصدق؟ وبعشر دقايق بيخلصوا. وبعشر دقايق ححط الطماطم. شيف انت غير الطبخ شو عندك هوايات؟ بروح النادي. شو؟ بلعب حديد، بلعب كورة، فوتبول. اها وانت تلعب حديد؟ ايه بلعب حديد. انا ما بلعب. تلعب حديد؟ لا لا، الومنيوم. انا اختصاصي الومنيوم. تشيل الومنيوم؟ ايه ما بيصدق. ما بيصدق. ها وغيرك شو هوايتك؟ ايه هيك فوتبول وفوتبول جيم. بروح مع اصحابي بنخرج، بروح على البحر بسبح. وانت؟ وامتى بتطبخ؟ في الشغل وانا بسبح بطبخ. أنا هواياتي كتار. زي؟ قل لي. طيب شو؟ تكزدر. تكزدر. تكزدر؟ ايه. وهواياتي الأكل الطيب. زي أكلي يعني؟ أيوة. ليش بيجي لعندك أنا فكرك؟ حضف لها شوية ملح. وبتمارس الفوتبول؟ بمارس فوتبول بالقليل مرة أو مرتين بالأسبوع. لعب مع شي فريق؟ لا مع أصحاب، نلعب فريندلي بس. بتلبط منيح؟ منيح. بتعمل فاولات؟ بعمل فاولات. وين بتلعب؟ بالسعودية. أوكي بالسعودية بعرف، بس وين؟ أي دفاع هجوم؟ وين بتلعب؟ بوزيشن قصدك؟ أيوة. ظهير أيمن ومرات دفاع برضه. وانا اللي بعرفه شايف انه ثلاث ارباع الشفيه اذا مش كلهم يعني يخزي العين كل واحد. ها لانه ما بيلعب فوتبول. ناصحين. انت شو سرك ضعيف لانك تلعب فوتبول؟ فوتبول وبروح النادي يعني، وباكل اكل صحي. بحاول اكل اكل صحي يعني قد ما فيني، بس يعني بلعب رياضه. بحس انه مقلاية التفال عندها عده استعمالات. اي شيء فيك تعمله في المقلاية، لانه اذا حتعمل كميه صغيره فيك تعملها في المقلاية. فيك تعمل شوربه في المقلاية. حنشوف تحديات يعني، حنعمل شوربه نقدر نعملها في المقلاية لشخص او شخصين، مو ضروري نعمل كميه كبيره يعني. فينا نلعب فيها تنس كمان. انا وانت نروح نلعب فيها تنس، ايش رايك؟ بينج بونج. بينج بونج كمان فكره. عندي لحم مفروم، نحمر البصل شويه بس، أضيف اللحم
ما بتعطل هم شيف انك مش نهار راجع من عشية بالليل مأخر على البيت ومرتك عندها مقلية تفال، ما بتعطل هم؟ اكيد بخاف تكسرها. كويس ما بتحكي عربي. نحن معودين الباذنجان يقلوه قلي يحطوا له لبن ومدري شو، هاي شو اصل الاكله؟ هاي المفروض هاي زي ما قلت لك هي المفروض تكون فتت باذنجان. تحدوني بوريكم طريقه انه نعملها بشكل جديد، بدل ما تكون عاده بيحشوها في الباذنجان الصغير نعملها بطريقه جديده ويكون شكلها حلو على الصحن كمان. يعني هحط زي ما شفت شوينا الباذنجان والطماطم، هرجع احط اللحمه فوقها وحامل صلصه طحينه بالثوم وبحطها عليها واحلى اكله. انت متعود انه تكون محشيه صح؟ صح. هضيف شويه كزبره. صنوبر. كزبره وبعيد. لا انت قلت لي تحب الصنوبر. ما في كثير لك لا. لا صح. حبه خلصت. طيبين؟ أكلي. وهي مقليين بلا زيت. السيت. حطيت علينا اللوز كمان. ولوز ايه. هجيب عندي هنا لبن. حط عليه شوية طحينة. السنوبرات كتير طيبين. السنوبرات كتير طيبين. طيب. بس حاجة تدوق وحدة. هحط عليها الثوم. وكمان هنا حمصت شوية عيش في الفرن. وآخر شيء عشان النكهة هضيف ملعقة دبس رمان. ملعقتين نخليها. هضيف ملح وفلفل على الطحينة والثوم. هضيف ملعقة كمون على اللحمة وملعقة فلفل حلو مطحون برضو بودرة. نطفي النار. نوري انه نقدر نعمل يعني شكل حلو ويعني يفتح الشهيه شويه. شايفك واضح ماسك بطني. واضح ماسك بطني من وقت ما جيت. شم الريحه. عايشين الريحة بتشهي. كيف الطعمة؟ أنت ما حتاكلها. ليه؟ هدلية. ما بدك تحط فوق اللبن؟ إيه أكيد. لبن وطحينة. لبن وطحينة؟ إيه حطيت لبن وطحينة مع شوية توم. شفتك وبرا. شفتني؟ إيه نعم. كنت شغال تاكل سنوبر. ما أنا عم بركز عليك. عم بركز عليك وعم باكل سنوبر. هرجع زي ما قلت لي هحط اللبن مع الطحينة. مش طيبة هالأكل شو سريعة. دبس الرمان. دبس الرمان. شو رأيك؟ بتجنن. بجنن.
بشكل غريب يعني غير عن الفتة اللي احنا متعودين عليها. وطبعا تحدي اليوم كان فتة البتنجان، اتحديتوني وانا والمقلاية ونجحنا اليوم، وكمان غيرنا صحنا الشكل. جربوها راح تعجبكم، وشوفونا في الحلقة الجاية من الرجل بقلات تيفال، في تحديات كثيرة. اشوفك بعدين. ما فيني غير الصحن. الصحن مش اطيب. تنشوف شو عامل الشيف اليوم. شو طيبة. بدي ذوقها. مش معقول شو طيبة. بدي اعرف كيف بيعملها هيدي. اطيب من اللي انا بعملها. شو طيبة. يلا انا رح اخده معي واكله عرواق. ودي كانت وصفتنا اليوم يلي حضر لنا اياها الشيف يوسف ومقلاية التفال. واللي عايز وصفتنا اليوم يتابعنا على الفيسبوك والتويتر. يا اهالي المدينة الكرام.